دكتوره نظيف، طبيبه رئيسيه مركز الصحي قريه الجماعه. الناس اللي كيتعالجوا على السرطان واللي كياخذوا الشيميوثيرابي ولا راديوثيرابي كناخذوا راي ديال الطبيب الخاص ديالهم، لان على حساب المناعه ديالهم. الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل كيجيو ياخذوا اللقاح. المهم تنتسناو راي ديال الطبيب الخاص ديالهم، واش كنتسناو شي مده غادي يديروا اللقاح. دائما كتكون استشاره طبيه. عندنا حالات اللي جاوا الناس اللي كيديروا الدياليز اللي الحمد لله داروا اللقاح ديالهم، ما عندهم حتى شي مشكل، ما عندهمش مانع باش ياخذوا اللقاح ديالهم. الامراض المزمنه بالعكس، الناس اللي عندهم امراض مزمنه حنا كنشجعوهم يجيو يديروا اللقاح، لانهم هي من الناس اللي متعرضين انهم يمكن يديروا المرض. دونك هذا اللقاح غيكون فيه وقايه لهم اكثر. دونك كنشجعوهم يجيو يديروا اللقاح. وعندنا بزاف الحالات، اغلبيه الناس المسنين اللي فوق 75 عام كيكون عندهم شي مرض مزمن، كيجيو كنشوفوه بحال مرض السكري، بحال مرض ارتفاع الضغط الدموي، بحال مرض الدقه الربو. ولكن الحمد لله، لان حنا قبل ما كنجلبوا للناس في التسجيل كنشوفوهم، كنشوفوا اشنو الادويه اللي كياخذوا، وكنشوفوا كنعاينوا الحاله الصحيه ديالهم. الحمد لله ما كاينش حتى شي مانع، داروا اللقاح ديالهم لحد الساعه ومزيانين لحد الان، ما عندنا حتى شي ديكلاراسيون كيف قلت لك قبيله. اللي ديابيتيك بجوجهم، سواء اللي كياخذوا الحقنه ديال الانسولين اولا اللي كياخذوا الدواء كيشربوه، بحال بحال. المهم كيجلبوا، ما عندهم حتى شي مشكل.